شفت شيء مره حلو ما شاء الله. ايش اسمه المركز؟ المركز شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله مره حلو شكله فوق راسهم، هم جالسين مستانسين. تحسب فسخت العمة حقي انا لسه ما عندي مركز. لا لازم مركز. طيب مساء الخير ومرحبا بكم في قناتي مجددا، واليوم جبتكم للبلد في جدة التاريخية، بس هو شوية ضبطوها أكثر وصارت مرة حلوة، وأنا مرة متحمسة أنه ندخل سوا أوريكم كل الأشياء اللي بنشوفها اليوم. أنا جاية على أساس أشوف موفي في الريد سي فيلم فيستيفال اللي اسمه كيان، المخرج حقه حكيم جمعة، وإن شاء الله حنستمتع مرة كثير. حنبدأ جولتنا بالموفي وبعد كده حمشيكم مع بعض كله في البلد. الفترة هذه كنا نسأل حكيم أسئلة يعني لا تعد ولا تحصى. I see your Instagram so much. I feel How like are I know you? You already. I'm good. It's such an honor. He's told me so many things about you. الفيلم اللي حضرناه قبل شوية اسمه كيان، فيلم مرة حلو. للأسف أنا ما جيت في أول الفيلم، جيت في نص الفيلم وبرضو استمتعت فيه، يعني التصوير كان مرة حلو. أنا مرة فخورة أنه صار عندنا هذا، يعني عندنا ما شاء الله هذا المستوى السينمائي هنا في السعودية، وإن شاء الله قابل للتطوير. زحمة مو طبيعية، وأيمن يقول لي إنه هنا يبيعوا يعني أكل تقليدي حق أهل جدة اللي هو بليلة، اللي هو عبارة عن إيش بالنسبة للمتابعين اللي ما يعرفوا إيش هو، مثلي أنا حتى أنا ما أعرف. What? What does it contain? Chickpeas. حمص. Bit of cucumber. خيار. Vinegar. خل. And spices. وبهارات. هنا بيبيعوا كبدة، سندويتش كبدة، خلطة، سوري خلطة يعني خاصة لأهل جدة. إيش مكتوب اسمه؟ الدردير للكبدة البلدي. Yeah, I just need to get that shot. Okay. Oh, that is such a good shot. واللي ما يأكل مني كاس السن يا حباي. الله. ودندنا يا دندنا. Can we get like super fun? وقربوا دول. واللي ما يأكل منه كاس السن. كبدة طرية خلي العجوز صبية كبدتنا الطازة يطول الشعر تقوي النظر كل سنة وانت طيب يا طيب. البلد هي عبارة عن جدة التاريخية اللي حالياً مثل ما قاعدين تشوفوا في السينماتكس اللي بنزل لكم إياها في الفيديو اتغيرت تماماً، يعني صار عندنا فرص أنه نتمشى ونصور مثل ما أنا قاعدة أصور لكم دحين، وصار في فعاليات وريستورانتس مطاعم صغار كيف ما تقدر تشوفوا. غيروا المكان كله وحافظوا على الأشياء التاريخية، سوينه ومطلعينه من الجدار بهذه الطريقة. مرة حلو المنظر، الناس كلها مستانسة ومبسوطة، يعني في كثير أشياء تقدروا تشوفوها وأنتوا تتمشوا حتلاقوا أشياء كثيرة. هلو بنسوي فلوج حتلاقوا أشياء كثيرة تقدروا تسووها. المكان مرة منظم، حتشوفوا فيه بانلز، عندكم منطقة الاستقبال، المعرض التفعيلي، منطقة المطاعم، متجر ومكتبة، كل شيء عندكم عشان لا تضيعوا، وحتى لو ضعتوا يعني في أشياء تنشاف. مرة حلو المكان.
بيوت قديمة من 100 سنة وفيها مبنى قديمة من 420 سنة. أخذوا المكان يغيروه لدرجة أنه خلوه متحف تاريخي. اللي بتشوفوه ورايا حاليا هو بيت النصيف، بيت العائلة اللي استقبلوا الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1925 قبل ما المملكة العربية السعودية تتأسس. اللي حلو جوا انه مسوين الدرج على طريقة انه تكون كل درجة قصيرة على الثانية، علشان الملك الله يرحمه لما كان يطلع مع الفرس حقه يطلع بشويش بشويش على الدرج ويوصل إلين فوق. وكمان هنا مثل ما تقدروا تشوفوا هذه أقدم شجرة، هي عمرها أكبر من المملكة العربية السعودية ولسه محتفظين فيها ما شاء الله تبارك الله. هذه المنطقة اللي احنا فيها اسمها زاوية. أحمد نقاوي صنع النقش اللي بتشوفوه ورايا كله من الخشب، يعني نحته. اللي بتشوفوه هنا هو الخشب اللي بقي من السكولبتش من ال... how do we say sculptures؟ من الأشياء اللي نحتها أحمد القاوي وبقت منها هذه وخلاها زي كده على هذا الشكل، مرة حلو كل جنب كل جلسة في هذا الشيء. رشا الحلوة معانا، ايش تقولي لنا عن هذا المكان؟ ايش رأيك؟ المكان من 40 سنة وهو نفس الطريقة ما تغير. كنا نجي نشتري ملابس العيد، نشتري الكبدة والعصير والساندوتشات، ما شاء الله كله نفس الطراز، ما تغير اي شيء، بنفس الطابع بنفس النكهة. يعني اللي يجي هذا السنة حيكون عنده نفس التجربة، حيعيش نفس الجو. ما شاء الله. Yes! شكراً! ها ماما، ايش رأيك في الآيس كريم؟ حلو؟ مرة حلو والله، مرة حلو، لازم تشجعهم. ايش ذوقه؟ مثل فينتو حق زمان. فينتو حق زمان، يا سلام. اللي جاء في البلد يجي عند البنية هذه الصغيرة، مرة حلوة وبتغني وبيبيعوا آيس كريم حق البلد، يعني لازم تجي تذوقوه. وهذه كانت جولتنا في البلد جدة التاريخية، أتمنى أنكم استفدتم من المعلومات كلها ودورنا عليهم عشان تستفيدوا من الفيديو. وقولوا لي إذا في عندكم اقتراحات أماكن ثانية تبغوني أروح أزورها وأسوي لها تغطية. وأنا مرة مبسوطة أنك تفرجتوا في هذا الفيديو. And بيزو، love you. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up. Yeah. Now I'm truly awakened. See, you wanna talk again, but it's time I do this my way. I don't wanna.